بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا المهندسين. بنكمل كلامنا في structural analysis، وبإذن الله cylindrical shells موضوعنا اليوم. النهاردة بقى الووتر تانك. الووتر تانك ده كنا اتكلمنا فيه في الفيديو السابق، ولكن كان under dead load. النهاردة بإذن الله هناخد التانك بس تحت تأثير الأحمال بتاعت السائل اللي فيه. ومعانا النهاردة example رقم 9. تعالوا كده نشوف مع بعض مقدمة سريعة كده على سلندريكال شيل. بنقول النهاردة ان لو هي شغالة ديو تو اون ويت، هي بقى دي القانون بتاعنا اهوت، قانون سهل وبسيط. الجي ديت اللي هي الحمل او الرياكشن اللي جاي من الحمل بتاع الجزء اللي فوق منها. طبعا لو مفيش يبقى خلاص مفيش الجي ديت. بنقول دي ام ان هي في بلاطة من هنا بحيث اقفل بيها التانك، او في دوم بالمنظر دوت ايا مكان، فده بيبقى الرياكشن بتاعه. بعد كده الجي في الاس اللي هي الحمل بتاع الاسطوانة ذات نفسها. طبعا ان سيتا دي المقصود بيها هنا اللي هي اللاترال بريشر اللي هي القوة الجانبية، ما بفيش لان تعمل احمال عندي كلها رأسية في الحالة دي. على العكس due to liquid pressure، هنا بقى الوضع بيختلف. ليه بيختلف؟ نتيجة الووتر اللي هنا او ايا مكان السائل بتاعنا، فبيبقى هنا في جاما في اتش اللي هو lateral pressure وضغط جانبية. في الحالة دي بيبقى القوة الرأسية بزيرو. تعالوا كده بقى نشوفه. طبعا اللاترال بريشر دوت بيسبب لي تنشن على الجسم الاسطوانة، وبالتالي قيمة التنشن ديت بنبدأ ان احنا نحسبها، اللي هي عبارة عن ال W اللي هي القيمة بتاعت. طب تعالوا كده نشوف الاكزامبل بتاعنا بيقولنا ايه. بيقولنا calculate and draw the internal forces diagram for the shown tank due to water pressure. ادي التانك اللي عندي اهوت، عندي فيه دوم من فوق، بعد كده فيه اسطوانة رأسية، فيه كون مخروط، وفيه دوم سفلية. طيب بعد هي تعالوا كده نشوف هنتعامل معاه ازاي. طب هو سؤال، المية دي فين؟ المية دي هنا. لا طب اذا الجزء اللي فوق ده الجزء العلوي اللي هنسميه الفيرست بارت. ادي الفيرست بارت اهوت، وادي قلنا من الفيديو السابق ان السبورت اللي هنا دي عباره عن الاسطوانه، يعني الاسطوانه دي هي دي عباره عن مين؟ السبورت بتاعي اللي هو الكفر. there is no pressure، مفيش اي ضغط هنا، فبالتالي ان فاي ان سيتا كل ده هيساوي صفار. كده خلصنا من اول بار. طيب سكند بار، هنا بقى بداية مين؟ بداية المية. طب فالمية دي كل شوية هتنزل تعمل لي ايه؟ ضغط افقي اللي هو السلندريكال شيل. ادي الرسمة بتاعتي اهيت، ادي المية، وهادي هنا في الجاما اتش. بنقول هنا ان بي ار هتساوي ناقص جاما اتش، وان سيتا هيساوي الجاما في الاس ار اللي هي نص القطر. طب انما البي اس والان اس اللي هي القوة الرأسية زي ما شرحنا لسه من لحظات، هي هتساوي ايه؟ هتساوي زيرو. ففي الحالة ديت عادي خلاص هنقول ات اس بيساوي صفر، خلاص ان سيتا بيساوي زيرو، يبقى ات اس بيساوي 10 متر، ان اس هيساوي 80. ليه هيساوي زيرو؟ حاطين هنا الاس بزيرو هتطلع كلها بصفر، حاطين هنا الاس بعشرة هتطلع قيمة كام؟ قيمة التمانين. ادي الرسمة بتاعتي اهيت، الاشارة البلس هيساوي ايه؟ 80. كده تمام، حلو اوي. بلس طبعا دي عايدة ليه؟ على اساس ان هو تنشن، ان انا هطلع اللاترال بريشر ده كله بيضغط على بره، فبالتالي بيعملي تنشن على جسم الاسطوانة. طب كويس قوي، خلصنا منين؟ من البارت 2.
فاضل مين؟ البارت بتاعت اللي هو مين؟ اللي هو الكون ده المخروط. هنشوفه بقى كده، اللي هو الكونيكال شيل دوت، ادي اهوت، وشوف بقى كده نتعامل معاه ازاي. البي ار هنا زي ما قلنا دايما في اتش، بس الاتش دي هنا كام بقى؟ اللي هي 16 ناقص اس ساين فاي. تعالوا كده نشوف الرسمه الظريفه ديت اللي بتوضح لنا العمليه. العشرة دي هي بتاعت الاسطوانه، طبعا ادي ميه اهي، ادي العشرة متر. طيب وبعد كده، بعد كده الستة دي اهي، ادي 16 ناقص ايه بقى؟ الاس ساين فاي اهي. يبقى انا هاخد المسافة دي كلها 10 6 16، وابدأ اطرح منها مين؟ المسافة الرأسية اللي انا هقف عندها. يعني مثلا هقف هنا، المسافة ديت 2 متر، يبقى هنقول 10 و6 16، 16 ناقص الأربعة ديت يساوي 12. طب والبي اس هيساوي 0، احنا ما زلنا هو كله جامع في ايه؟ في اتش، هتتبع عمودية على الكون. طب نعوض بالمعادلة الشهيرة بتاعتنا عادي خالص اهيت. طبعا هنا البي اس بيساوي 0، كل ده هيروح. البي ار اهيت قيمتها اهيت، هحطها هنا في اس دي اس اهي. يبقى انا كده حطيت ده كله فين؟ هنا اهو يا شباب. طبعا الكوزين فاي اهيت اهي كده تمام. ابدأ بقى ان انا ابسط زي ما احنا اتعودنا في الطريقة بتاعتنا. هطلع الجاما كوزين فاي، هيتبقى لي 16 اس ناقص اس تربيع ساين فاي دي اس. هذا ان انا اكامل ادي نتيجة التكامل اهي، طلع معايا ايه؟ الثابت. كويس قوي. اذا دلوقتي لازم ابحث عن الباوندري كونديشن لتحليل الثابت دوت. ايه بقى الباوندري كونديشن ديت؟ الباوندري كونديشن هنا ات اس بيساوي 10، فين ات اس بيساوي 10؟ دي اهي. طيب ان اس بيساوي 0، يبقى اذا هحط الصفر هنا وهحط المقدار بتاعي كله هنا اهو عشان اساوي كل ده بصفر. طب ليه هنا يساوي صفر؟ عشان يبقى فيه اتزان، ان لو مش بيساوي صفر مش هيبقى فيه اتزان. طيب هطلع المعادله بتاعتي، اساوي بالصفر، الاقي ان سي بيساوي كام؟ ناقص 600. كويس، 600 ديت احطها تاني في المعادلة واكمل شغل. يعني اكمل شغل، ادي لان اس اهيت هنا، ادي في عندي جاما اس، هعوض عن الكوزين فاي، هعوض عن الساين فاي، هعوض هنا عن الساين فاي. هبدأ ابسط العملية معايا اهيت كده، خلصنا ان اس. طيب ان سيتا هي تبقى عبارة عن ناقص بي ار اس على تان فاي. بعد كده بعوض عند اس بيساوي 5. الله، طب ليه هنا ما عوضش عند اس بيساوي 0؟ ليه عوضت عند اس بيساوي 5؟ اساسا 0 دي في الهواء، دي ما هي لهاش ورود. الله، طب جبت منين المسافة ديت 5؟ ما انا عارف المسافة الافقية 4 والرأسي 3، اذا المايل ده كام؟ 5، ودي كمان 5، يبقى هنا اس بصفر، اس بخمسة، اس بعشرة. الان اس اهيت عند اس بخمسة، وادي ان اس عند اس بسبعة عشر. واطلع الرسمة بتاعتي اهي، ادي الان اس وادي الان سيتا. بس طبعا هنا بقى في نقطة، ايه هي بقى النقطة بتاعتي؟ ان الان اس ديت اللي نازلة عندي لازم ان انا اقابلها بكاميرا لور رينج بيم. طب تعالوا كده نشوفها كده مع بعض. الان اس اهي، الان اس دي يوم ما تتحلل افقي ورأسي. الرأسي بتاعي عادي خالص، انما الافقي هيبقى فيه مشكلة. طب يا ترى الافقي دوت
هيعمل ايه في الكاميرا بتاعتي؟ هيضغطها، او شايفين داخل عليها اهوت هيضغطها، اذا فيها ايه؟ كومبريشن. اذا الدور بتاعي دلوقتي، المسؤولية المطلوبة مني ان انا احسب الكومبريشن ده بيساوي كام. هنقول الكومبريشن دوت هيبقى عبارة عن ان اس كوزاين فاي في الار، ادي الار اهي باربعة، ادي 113 اهيت، ادي كوزاين فاي اهوت، طلعت كلها بكام؟ 362. تمام كده خلصت التالت، ادخل على مين؟ على الرابع. ماشي، ندخل على الرابع. الرابع اللي هو مين؟ اللور سبيريكال شيل. وادي الشكل بتاعنا اللي احنا بنشتغل عليه، ولو شباب فاكرين الفيديوهات السابقة هو نفس الشغل بتاعنا. هنا بقى المية بتاعتي اهيت بقت بالمنظر دوت. ده كده شكل توضيحي للمية عشان نشوف فعل المية كام. وبنقول جرت العادة لو هو مش مديلك المركز، فبمنتهى البساطة لو انت كملت الكون دوت كده، هو ده هيبقى مركز مين؟ نص او الشكل الدوم بتاعك دوت، لو فرض ان هو مش مديلك المركز. طيب هنا بقى اتش هتساوي ايه؟ هتساوي 16 16 اللي هي 10 و6 كلها ناقص 5 كوزاين فاي. طيب ادي الخمسة اهيت وادي كوزاين فاي. تمام كويس اوي. ده الفاي هنا منين؟ من الزيرو للفاي نوت. الله، طب فين الفاي نوت ديت؟ الفاي نوت ديت اللي هي بداية من الشغل من هنا. ما يجيش حد يقول لي ده الفاي عندي هنا ب90 ومن صفر ل90. لا، انا الشغل واقف لعندي لحد هنا. هتقول لي الله، طب الزاوية دي اعرف اجيبها ازاي؟ اقول لسعادتك ما انت عارف كويس ان الرأس كام؟ 3، والافق كام؟ 4. اذا انا اقدر ايه احسب مين؟ احسب الزاوية بتاعت الفاي نوت. ماشي، طب البي ار اهيت والبي فاي بيساوي زيرو. ادي المعادلة الشهيرة بتاعتي اهيت. هعمل فيها ايه؟ هنشيل ار واحد وار اتنين ونعوض بالبي لان هو نص قطر واحد. وهنا البي فاي هينهي بزيرو، ادي الزيرو اهوت يمشي. طب الله، طب ليه البي فاي بيساوي زيرو؟ ما احنا عارفين ان المية بتضغط ايه؟ عمودي على السطح. هتديني بس بي ار، مش هتديني بي فاي. وافضل بقى ان ابسط المعادلة بتاعتي، هلاقي ادي الشكل بتاعي اهوت، وصلت لحد هنا. وبعد ما كملت طلعت ايه؟ الثابت. طب يا ترى الثابت ده؟ طبعا زي ما احنا اتعودنا الباوندري كونديشن ات فاي بيساوي زيرو، ان فاي هتساوي ايه؟ هتساوي زيرو. طيب تعالى كده، يبقى هناخد ده التكامل ده كله اهوت، وافضل اساوي بزيرو، يطلع لي السي بكام؟ 19/3. ادي الان فاي هات، هرجع تاني اعوض بالثابت في المعادلة بتاعتي. وبعد كده نبدأ نبسط المسألة بتاعتي. الأرقام ديت نبدأ إن احنا نحاول كده نظبطها مع بعض. إن فاي آت فاي بيساوي زيرو، إن فاي بيساوي زيرو على زيرو. أخد بالي بقى هنا من نقطة مهمة أوي، هي إيه؟ دلوقتي لما جيت أحط إن فاي آت فاي بيساوي زيرو، طيب ساين تربيع فاي خليت لي المعادلة اللي تحت دي بزيرو، الله، وفوق زيرو. طب زيرو على زيرو هعمل هتتحسب ازاي؟ طب اساتذتنا بتوع الرياضة قالوا لنا الحالة ديت عشان اوصل لها الحل فلابد ان انا اعمل تفاضل للمعادلة. تعالى كده نفاضل المعادلة بتاعتنا. 3 × 5 × 15، ادي كده 15 كوزاين تربيع فاي ساين فاي. 2 × 24 بقت 48 كوزاين فاي ساين فاي. و19 خلاص راحت مع السلامة، ملناش دعوة بيها. طيب اوكي، كلام كويس. بعد ما خلصنا الشغل بتاعنا وبسطناه وبدأنا ان احنا نعوض، طلعت بكام؟ بناقص 27.5.
طب ان فاي الزاوية التانية اللي هي كام؟ 53. 53 دي جاية منين؟ من 3 و4. طيب طبعا الشباب هيقولوا لي الله، طب المقام ده يا دكتور دي مين؟ ما هو يا باشمهندس 2 في 3 6، 6 ساين فاي كوزاين فاي. خلاص بقى يا شباب انتوا ما شاء الله عليكم. طيب كويس قوي، حطينا ان الفاي 53 دي منين؟ من اللي هي المسافة 3 والمسافة 4. قدرنا ان احنا نحدد الزاوية ديت كام اللي هنبدأ بيها. طيب عوضنا طلع بكام؟ ناقص 29 وحوالي 0.8. نكمل البي ار اللي هي المعادلة بتاعتنا الشهيرة، ان فاي على ار 1 زائد ان سيتا على ار 2. هنعوض بيهم وبضرب في البي عشان يبقى ان سيتا لوحدها، وبعد ان سيتا نجيبها في طرف تاني لوحدها بتاعتها، وهنعوض مرة تانية بان سيتا ات سيتا 53 تديني القيمة بتاعتها اهيت. ويبقى كده الحمد لله قدرنا ان احنا نطلع ال ان فاي، وقدرنا احنا نطلع مين؟ ال ان سيتا. الله، لو الشباب يفتكروا كده نفس اللي حصل في الفيديو السابق لما كنا بنشرح التن عن طريق الاون ويت بتاعه، بيقول ال ان فاي دي هتبقى بالمنظر ده. بالمنظر ده يعني ايه؟ يعني لازم احللها. طب لما احللها هتديني قوة فوقية وقوة ايه؟ رأسية. طب الرأسي هنعمل فيه ايه؟ خلاص رايح للكاميرا، انما الافقي ده هيعمل لي ايه؟ تنشن. طب التنشن ده هنا بقى بقيمة كام؟ 17.874. طيب اذا اصبح هنا بقى في نقطة، ان كده اصبح انا عندي فيه هنا في الكاميرا ديت، الكاميرا اللي هنا ديت ديلها تنشن من هنا وديلها كومبريشن منين؟ من هنا. طب اذا لو شباب يفتكروا كده الفيديو السابق، في الفيديو السابق اضطرينا ان احنا نعمل كاميرا هنا علشان كان في حمل ديلي رأسي، والرأس دوت اصبح هنا في ان مقابلة له، الان المقابلة له ديت لما اتحللت اديتني افقي، فكان لازم احط كاميرا. ما في الحالة ديت اللي احنا بنتكلم فيها مفيش كاميرا علوية هنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو الحالي، نهاية اللي هو الاناليسيس بتاع التانك اندر الووتر بريشر. يا رب الموضوع يكون سهل وبسيط، ولو في اي اسئلة او اي استفسارات الشباب يسيبوها في الكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآدي كده آخر كلام لينا قبل ما نمشي، اللي هي هنا آدي إن فاي كوزين فاي ضربناها في الآر عشان